فتاة تركب جانب سائق التاكسي، والمقاعد الخلفية فارغة بكل بساطة، لعلها زوجته. رجل بلحية طويلة يمر من أمام المسجد والناس يصلون، فيمضي دون أن يدخل للصلاة، لعله قد صلى في مسجد آخر تقام فيه الصلاة مباشرة بعد الأذان. رجل جلست بجانبه في القطار، ألقيت التحية فلم يرد عليك السلام، ببساطة لم يسمعك. صديقك في الدراسة يرفض الخروج معكم لاحتساء كوب قهوة في المساء. هو ليس بخيلا، ولكن يرى كم العرق والشقاء الذي يتحمله والده ليرسل له مبلغ كل شهر. في أغلب الأحيان أنت لا ترى سوى جزء من الصور، فتخيل الجزء الآخر بشكل إيجابي لكي لا تظلم الناس ولا تبخسهم حقوقهم. أحسن الظن بالآخرين كي تريح وتستريح. أؤمن دائما أن النية الطيبة لا تجر معها إلا المفاجآت الجميلة، فكن كما أنت بطهارة قلبك وصفاء نيتك، ولا تتأثر بأحد، فعلى نياتكم ترزقون. وأحسن الظن. باسل المعلمين.